من أجل استعادة وتعزيز وحدة واستقلال وكفاءة مؤسسات الدولة الوطنية في العالم العربي، بما في ذلك تلبية تطلعات وإرادة الشعوب نحو النهوض بالدولة من خلال تكريس مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والوفاء بمعايير الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وترسيخ مفاهيم دولة القانون والمواطنة واحترام المرأة وتمكين الشباب. وخلال السنوات القليلة الماضية قدمت مصر نموذجاً تاريخياً لاستعادة مؤسسات دولتها الوطنية بشكل سلمي وحضري عن طريق تفعيل الإرادة الشعبية الجارفة التي رفضت جميع محاولات اختطاف الدولة المصرية العريقة وتجريف هويتها الوطنية التي تشكلت على مدار زمان طويل بطول تاريخ مصر الراسخ في الزمن. ويستمر الشعب المصري بعد استعادته لدولته في بناء وزيادة كفاءة مؤسساته الوطنية متقدماً يوماً بعد يوم على مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. كما تدعم مصر بكل قواها كافة الجهود الرامية لتسوية أزمات المنطقة بما يحافظ على وحدة وسيادة الدول الوطنية وسلامتها الإقليمية وحمايتها من قوى التطرف والتشرذم الطائفي، وترفض رفضاً قاطعاً كل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية أو إزجاء وتأجيج الفتن الطائفية التي تمثل البيئة الخصبة لنمو الإرهاب وانهيار الدولة الوطنية. ودعوني أصارحكم بأن جهودنا في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه لا يمكن أن يكتب لها النجاح وتصبح واقعاً ملموساً إلا من خلال تسوية القضية الفلسطينية عن طريق حل عادل وشامل ونهائي على أساس مبدأ حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يوفر واقعاً جديداً لكافة شعوب المنطقة تنعم فيه بالازدهار والسلام والأمان، فضلاً عن هدم أحد الأسانيد التي يعتمد عليها الإرهاب في تبرير جرائمه البشعة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد أردت أن أشارككم العناصر الأربعة التي تقوم عليها رؤية مصر لدحر الإرهاب، إيماناً بأنه الخطر الأكبر الذي يواجهنا جميعاً، وبأن المواجهة الشاملة معه على أساس المحاور الأربعة التي ذكرتها يجب أن تمثل أساساً لمرحلة جديدة من التعاون بين دولنا وشعبنا. ويطيب لي أن أعرب عن تقديري للرؤية الثاقبة للرئيس ترامب الذي طرح منذ بداية ولايته سياسة صارمة إزاء التعامل مع التحديات الإرهابية وأكدها أمامنا اليوم، ولا يخلقني أدنى شك في أن الولايات المتحدة قادرة على المساهمة في إحداث النقلة النوعية المطلوبة دولياً فيما يتصل بتنفيذ الاستراتيجية الشاملة التي تناولت عناصرها اليوم، بحيث يتم صياغة خطة عمل واضحة بإطار زمني محدد تجتاز الإرهاب من جذوره تمويلاً وتسليحاً وتحرم شبكاته من ملاذاتها الآمنة بما في ذلك من خلال التصدي الفعال للطائرات التي تحاول أن تختبئ وتسوق نفسها ككيانات سياسية، وما هي إلا الحاضنة الطبيعية للإرهابيين وللتغلغل في المجتمعات ليتسنى لها استغلال الفرصة المواتية للانقضاض على الإرادة الشعبية وممارسة سياساتها الإقصائية المتطرفة. إن مصر كانت رائدة دائماً في السلام والانفتاح على مختلف الشعوب والثقافات، وسيبقى الشعب المصري دائماً سباقاً في مد يد التعاون والتواصل لجميع الأصدقاء والشركاء في المنطقة والعالم بأسره. وفقنا الله جميعاً لما فيه خير شعوبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكراً. أشكر فخامتكم ونؤيد نؤيدكم في ما ذكرتموه وسندعمكم سندعم المملكة العربية السعودية بكل قوة وعطاء ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. والكلمة الآن لفخامة الرئيس جوكو وزير رئيس جمهورية إندونيسيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. Your Majesty King Salman bin Abdul-Aziz Al Saud, Your Excellency President of the United States of America, Donald Trump, Your Excellency, the leaders of Islamic State. This meeting has an important meaning to send the message that partnership of the Islamic world with the United States of America to eliminate the perception that the United States perceives Islam as an enemy. More importantly, this meeting should be able to enhance the cooperation to combat terrorism and to convey the message of peace to the world. Your Excellencies, the threat of radicalism and terrorism occurs in every part of the world. Indonesia is one of the victims of terrorism acts, bomb attacks in Bali in 2002 and 2005. Bomb attack in Jakarta took place in January 2016. The world condemns and in sorrow for the casualties of the terrorism acts in many parts of the world. France, Belgium, the United Kingdom, Australia, etc. The Muslims are the most victims of conflict and terrorism radicalism. Millions of our brothers and sisters must be displaced from their own countries to seek for better lives. Millions of young generation lost hope for their future. Such conditions bring the youth in frustration and anger. This anger and frustration can lead to the emergence of new seeds of extremism and radicalism. Your Excellencies, the history teaches us that weapons and military forces surely will not be able to fight terrorism. False thinking can only be altered by right way of thinking. This is where Indonesia believes that it is important to balance the hard power approach with soft power approach. In addition to hard power approach, Indonesia also prioritizes soft power approach through religious and cultural approaches. For instance, for the eradication program, Indonesian authorities involve the communities, families, including the families of ex-convict of repentant terrorists and community organization. As for counter-radicalization, we, among others, recruit young netizens with many followers to spread peaceful messages. We also involve the two biggest Islamic organizations in Indonesia, namely Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, to continue to promote peaceful and tolerant Islam. It is peaceful messages that we have to multiply, not violent messages. Any violence will give birth to the new violence. To conclude, I would like to convey some thoughts. First, Muslims all over the world should unite. Unite to enhance ukhuwah Islamiyah, Islamic Brotherhood. The unity of Muslims is the key to success of combating terrorism. Do not run our energy out for enmity. Second, the cooperation
on combating terrorism and radicalism should be improved, including intelligence information sharing, exchange in addressing the foreign terrorist factors, capacity building, and all funding sources must be stopped. Third, the effort to solve the root of problems should be improved. Inequality and injustice must be halted. Inclusive economic empowerment should be strengthened. Fourth, counter narratives that emphasize intolerance and peace should continue to be intensified, particularly through the use of information technology. Your Excellencies, lastly, it is my fervent hope that each of us must be courageous to be a part of solution. Each of us must be part of the effort to realize world peace. Thank you. God bless you. I would like to express my thanks to Your Excellency, and I give the floor to Subhan Ahmed, Amir Dardul Kuwait. الرحمن الرحيم خادم الحرمين الشريفين أخ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة فخامة الصديق الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أصحاب المعالي والسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني في البداية أن أعرب عن بالغ سرورنا لعقد أول قمة إسلامية أمريكية على أرض الحرمين الشريفين ونتوجه ببالغ التقدير لفخامة الصديق دونالد ترامب على حرصه لعقد هذه القمة وفي هذه الظروف الدقيقة لتعبر عن رسالة واضحة تؤكد أهمية التعاون الإسلامي الأمريكي لمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة والعالم وتعبر للعالم أجمع عن أهمية ودور الدول الإسلامية إن هذه القمة تؤكد للعالم بأن الدول الإسلامية حريصة على التعاون مع الدول الصديقة والحليفة لمواجهة ظاهرة الإرهاب المتنامية كما أنها تمثل رداً وتصدياً للاتهامات التي تتعرض لها الدول الإسلامية بالادعاء برعايتها للإرهاب والتستر عليه فتعطي بذلك الصورة المشرقة للإسلام الرافض للتطرف والتشدد الداعي للتسامح مع كل الأديان أصحاب الجلالة والفخامة والسمو إن هذه القمة وباعتبارها الأولى من نوعها فإننا نعتقد بأنها تمثل فرصة للدول الإسلامية للتعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة لرسم خارطة طريق لمستقبل جهودنا المشتركة في التصدي لظاهرة الإرهاب الوغيبة وكل مظاهر العنف والتطرف لنحققه معا ما نتطلع إليه من نتائج إيجابية وبناءة على مستوى تحركنا المشترك لهزيمة الإرهاب والتصدي له الأمر الذي يدعو إلى التفكير ورعاية نهجنا الجديد لتكون هذه القمة آلية منتظمة بيننا نؤسس من خلالها عملا مشتركا بناءا ومؤثرا في جهودنا لمواجهة التحديات
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو. لقد قمنا في دول المجلس بإجراءات عديدة ومبادرات متعددة على المستوى الإقليمي والدولي للإسلام في الجهود الهادفة إلى نبذ التطرف وإشاعة روح التسامح في العالم. ويأتي افتتاح المملكة العربية السعودية الشقيقة للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف يمثل تأكيد وتجسيد على التزامنا بهذا النهج المتسامح. ومما يدعو إلى الارتياح أن يتزامن ذلك الافتتاح مع انعقاد القمة الإسلامية الأمريكية الأولى في الرياض لتوجه بذلك رسالة قاطعة إلى كل المشككين والمتطرفين في كل أنحاء العالم بأننا لن نتردد عن مواصلة مكافحة فكرهم المتطرف ونهجهم الشاذ. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، نتطلع بأمل وتفاؤل إلى قمتنا هذه بأن نحقق من خلال تعاوننا وتفهمنا لأبعاد قضايانا مدخلا لمعالجة هموم المنطقة ومشاكلها، وفي مقدمتها مسيرة السلام في الشرق الأوسط والوضع في سوريا والعراق وكذلك اليمن وليبيا، لنتمكن من خلال تلك المعالجة من تحقيق الأمن والاستقرار الذي نتطلع إليه والذي يشكل أساسا لكل الجهود الهادفة إلى القضايا على الفكر المتطرف والعمل الإرهابي البغيض. وفي الختام أكرر الشكر والتقدير لكم جميعا متمنيا لأعمال قمتنا التاريخية كل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر سمو أخي الشيخ صباح على كلمته الصافية، وأرجو له التوفيق وأعطي الكلمة الآن رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبد الرزاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Your Majesty King Salman bin Abdul President Donald Trump, Your Majesties, Excellencies, Ladies and Gentlemen. Let me start by extending my special thanks to His Majesty King Salman bin Abdul-Aziz Al Saud, the custodian of the two holy mosques, and the government of the Kingdom of Saudi Arabia for initiating this historic Arab-Islamic U.S. summit. I would also like to thank you, President Trump, for reaching out to establish a new strategic partnership with the Muslim world to fight violent extremism and global terrorism. Your Majesty, we in Malaysia were delighted and honored to receive you recently. It was truly a momentous chapter in our bilateral relations. Your visit was a demonstration of the love, warmth, respect, and gratitude between our peoples. Your Majesty, this summit could not be more timely. The world needs to be reminded that the Muslim nations present today completely condemn terrorism and violent extremism. The world should have no doubt that we stand collectively with the international community
in a fight to eradicate this global menace. We in Malaysia have not flagged in our efforts to combat the spread of radicalism. Towards this end, my government has promoted the concept of wasatiyah, which is the Quranic injunction towards moderation. I call for the establishment of a global movement of moderation at the United States in 2010, and we have set up a foundation to support that in Kuala Lumpur. And our de-radicalization program has had a remarkable 95% success rate in reintegrating former extremists. Malaysia stands ready to share our expertise, just as we have long worked with partners around the world. In 2015, Malaysia and the United States worked to establish the Digital Strategic Communications Division to counter the negative messaging of terrorism. We have worked with Australia to stop the flow of funding for terrorist groups, with the UK and France in seven flagship areas, which include cyber terrorism, as well as youth and the path to terrorism. Your Majesty, amongst the major agreements reached during your recent state visit is the establishment of the King Salman Center for International Peace in Kuala Lumpur. This center, which is a landmark collaboration between our countries in our fight against extremism, will begin operations in June 2017 after its launching by His Highness the Deputy Crown Prince of Saudi Arabia. Your Majesty, due to religious and cultural affinity, our people have always felt close to the peoples and countries in this region. Current instability in the region has thus raised much concern to us all. Unstable regions are fertile grounds for terrorism to flourish. I am aware that there is a widespread belief here that Iran has contributed largely to the instability in the region. As a country that enjoys and values good relations with countries and region, Malaysia feels that Iran must avoid and should avoid any action that could be seen as interfering in the internal affairs of its neighbors. This is not only for the sake of regional stability, but also for the unity of the Ummah. Your Majesty, the fight against terrorism is not just military. It is also about winning hearts and minds. To do this, a credible narrative needs to be told, in which Islam and modernity are compatible. Material progress and religious devotion go hand in hand, and religious knowledge and scientific inquiry mutually reinforce one another. In Malaysia and many parts of the Muslim world, this is our reality. We must, however, emphasize and reinforce our stories so that the true Islam is known the world over, while at the same time we coordinate to crush Daesh and their allies wherever their malign presence is felt. Let me conclude by thanking the custodian of the two holy mosques for this initiative, which signals to the community of nations that Muslim countries are united in a desire to eradicate terrorism. Your Majesty, you can be rest assured that Malaysia is steadfast and resolute in its support to the Kingdom and your leadership as the custodian of the two holy mosques. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أصحاب الجلالة والصحب الخام والسمو، أود أن أتقدم ببلغ الشكر والتقديركم جميعا على تفضلكم بالمشاركة في هذه القمة التاريخية. وقد كان بودنا أن نعطي الكلمة لكل واحد منكم، لكن برنامجكم يتطلب توجهنا جميعا لمقر المركز المكافحة للتطرف
وأشكر مرة أخرى الرئيس ترامب.